أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. يتسع ل5000 مشجع ويطابق مواصفات الفيفا إنشاء أكبر ملعب رياضي في مدينة مارب. تقرير خاص لموقع إخباري: اليمنيون والمخلوع صالح، حصاد سنوات الدم والدمع. ومن صحيفة الأيام: أهالي الضالع يتظاهرون ضد إطلاق النار في الأعراس. وأخيرا صحيفة عربية تقول: الحوثيون نجحوا في تحويل فنان إلى مقاتل واليمن إلى مقبرة. أهلا بكم. في تقرير خاص بموقع الموقع بوست، يتتبع المحرر العلاقة المرة التي أقيمت بين رئاسة المخلوع صالح والشعب اليمني خلال العقود الماضية، وعنون الموقع: اليمنيون والمخلوع صالح، حصاد سنوات الدم والدمع. يقول الموقع إن سنوات حكم المخلوع صالح اتسمت بالحروب الداخلية التي أشعلها أو كان سببا في إشعالها، وشملت الآثار المدمرة لهذه الحروب مختلف أرجاء الوطن، وما من محافظة أو مديرية أو حتى قرية يمنية إلا وسالت فيها دماء ودموع. وأمام هذا السجل الأسود لتاريخ حكمه والذي ختمه بإشعال حرب مع حلفائه الحوثيين في ربوع البلاد منذ 2.5 عامين، إلا أن هناك محاولات برزت مؤخرا لتلميع الرجل ومحاولة تقديمه للداخل والخارج بأنه هو الحل الوحيد القادر على إنهاء الحرب في البلاد. ويخلص التقرير إلى أن المخلوع بدأ مسيرته العسكرية والسياسية بحروب واغتيالات وتصفيات جسدية وأحكام بالإعدام واعتقالات وإخفاء قسري للمعتقلين والمختطفين، حتى خلا شمال البلاد من أي معارضين أو منافسين له على السلطة. تطورات ميدانية في معركة استعادة ما تبقى من مديريات محافظة الجوف، حيث وصف موقع يمن مونيتور هذه التطورات بأنها التحام عدة جبهات للجيش اليمني إثر تقدم ميداني ضد الحوثيين في الجوف. وأكد الموقع أن عددا من جبهات الجيش التحمت إثر تقدم ميداني ضد الحوثيين وحلفائهم في محافظة الجوف. وقال عبد الله الأشرف الناطق باسم المنطقة العسكرية 6 والتي تضم محافظات الجوف وعمران وصعدة إن جنود المنطقة حققوا اندماجا في جبهات الساقية ووادي قويحش والجبل والمصلوب، وأصبحت قوات الشرعية مقاربة لجبال سليام الفاصلة بين محافظة الجوف من جهة ومحافظتي صنعاء وعمران من جهة أخرى. وتقول القوات الحكومية في محافظة الجوف إنها مسيطرة على حوالي 80% من مساحات المحافظة المرتبطة أيضا بحدود برية مع السعودية، في حين لا يزال الحوثيون يسيطرون على عدد من المناطق. الشعب اليمني يواجه صراعا مريرا بين إرادات إقليمية ودولية وصراعات محلية لا يعرف سبيل الخلاص منها ولا حل تقريبا يلوح في الأفق، والمجاعة تضرب أنحاء البلاد مع إصرار غريب من جميع الأطراف على دوام الحرب واستمرار المجازر، بل يتوقف كل شيء تقريبا على عتبات الموت اليومي والمجاني. هكذا يكتب المصري فوزي رمضان في صحيفة الوطن العمانية مضيفا: شعب يتعرض للموت والدمار يوميا في حرب بالوكالة تدار على أرضه، ومن لم يمت بالرصاص والقذائف يلقى حتفه تعذيبا في سجون ومعتقلات الأطراف المتنازعة، وحتى لو نجا سيواجه شبح الموت جوعا. شعب يتعرض للإبادة والتشرد والتشرذم في ظل صمت عالمي غير مسبوق. المستغرب أن مأساة بهذا الحجم الفظيع لم تنل اهتمام العالم ولم يسلط عليها الاهتمام حتى من وسائل الإعلام، فكيف لشعب مجمله 28 مليونا يتعرض 19 مليونا منهم لمجاعة طاحنة وانعدام أمن غذائي وسوء تغذية، بل جميعهم في مرمى وباء الكوليرا القاتل؟ هل تتخيل شعبا يحمل حضارة ضاربة في التاريخ، أقدم حضارة على وجه الأرض وأصل العرب منذ 10,000 عام؟ اليمن الأرض الغنية والأرض المقدسة وبلاد الغرايب وبلاد القصور، هكذا سميت على مر العصور وعبر التاريخ.
اليمن أحد المثلث الحضاري، مصر والعراق واليمن. اليمن تاريخ حضارة سبأ وعرش بلقيس وسد مأرب ومعبد الشمس. كيف يتحول اليمن السعيد بكل زخارف التراث والجمال المعماري إلى كتل من الخراب وأكوام من الرماد وأهرام من الجثث، ويتحول إلى يمن تعيس؟ بأي ذنب وبأي جريرة وبأي جناية عوقب عليها هذا الشعب الطيب العريق؟ فهل من نصرة وهل من نجدة تنصر اليمن؟ وهل من هبة تنجد شعبه من الهلاك؟ وهل من قلوب رحيمة تنقذ الأطفال وتهدئ من روع الثكلى؟ انصروهم ينصركم الله. حملت صحيفة أخبار اليوم الصادرة في العاصمة المؤقتة العديد من العناوين، منها انتشار قوة من الحماية الرئاسية تزامنا مع وصول عدد من أعضاء البرلمان إلى عدن، وعنوان أيضا من العاصمة المؤقتة قوة أمنية تداهم سوقا للسلاح وأخرى تضبط معدات عسكرية بأحد الأحواش واشتباكات ليلية، ومن أبين إصابة 3 جنود في هجوم لتنظيم القاعدة على نقطة أمنية في أحور، وعنوان السعودية تدرب لواء كاملا في مكافحة الإرهاب بعد أيام من وصول لجنة خاصة إلى عدن، وأخيرا قيادات بالمقاومة الجنوبية تشدد على تمكين المفلح من كامل صلاحياته وتسليمه مبنى المحافظة. وفي موقع المشاهد نت نذهب إلى واحدة من المحافظات المحررة والتي بدأت تستعيد استقرارها وتسير نحو التنمية، حيث عنوان الموقع إنجاز 40% من مشروع استاد رياضي بمواصفات الفيفا في محافظة مارب. قالت التفاصيل إنه يجري حاليا إنشاء مشروع رياضي كبير في محافظة مارب، وقالت مصادر حكومية في مارب إن مشروع الاستاد الرياضي الأول في المحافظة قد تم إنجاز نسبة كبيرة من العمل فيه الذي يتوقع أن يصبح جاهزا في ديسمبر القادم، وتبلغ تكلفة المشروع في مرحلته الأولى 233 مليون ريال يمني، ويشمل ملعبا أولمبي مزروع بالعشب الصناعي ومدرجات تتسع ل 5000 مشجع إلى جانب منصة كبار الضيوف مع الملحقات. وأوضحت هذه المصادر أن الملعب الأولمبي مطابق لشروط الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. محامو الضحية الخرساء، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج مضيفا: الإفراط في التعويل على البعد الأخلاقي في أي صراع تاريخي تعبير عن خلل في موازين القوة، لكن ليس معنى ذلك التسليم حتى النهاية باستحقاقات الأقوياء. وما تاريخ الثقافات والفنون والفلسفة إلا محاولات إنسانية لتحقيق العدالة حتى في غياب التكافؤ. ولهذا السبب انحاز مثقفون فرنسيون لضحايا الاستعمار الفرنسي، وهناك أيضا بريطانيون وأمريكيون، وما يسمى الإثكس أو منظومة القيم وجدت على الدوام من يبشرون بها، ولولاها لبقي البشر رهائن لغرائزهم البدائية وأوغلوا في التوحش بحيث يتفوقون على الأنياب والمخالب بما اخترعوا من أسلحة. وهناك عبارة ذات دلالات عميقة للكاتب لورنس داريل يقول فيها: علينا أن نكون مع أفلاطون ضد أرسطو، ومع أرسطو ضد أفلاطون عندما يتطلب الأمر، وذلك لكي يستمر التاريخ. وفي عصرنا الذي وصف بالغاشم، خصوصاً بعد حربين عالميتين في القرن العشرين، ظهرت شخصيات من مختلف اللغات والثقافات لتعلن العصيان على كل الموروث البراغماتي، بدءاً من ميكافيلي، لأن الغايات لا تبرر الوسائل على الإطلاق، وهذا بحد ذاته مضاد للقوانين والشرائع والأعراف منذ حامورابي وأقدم اللوائح القانونية. ولولا هؤلاء الذين يتشكل من مجموعهم الضمير الكوني لما كان الآن أي شيء في مكانه، ولهم الفضل أيضا في بقاء الجرائم ضد الإنسانية، خصوصا الإبادية منها ناقصة ولا تكتمل، بحيث تطوى ملفاتها إلى الأبد وتنسب ضد مجهول. والمثقفون والأكاديميون الغربيون الذين انحازوا إلى قضايا عربية في مقدمتها القضية الفلسطينية يجب عدم إغفالهم أو التعامل معهم كما لو أنهم جملة معترضة في كتاب. وحين نقرأ ما كتبه فرنسيون من طراز جان جينيه وألين غريش وجيل فليك عن التراجيدية الفلسطينية، نشعر بأنهم أنصفوا الضحية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
المزيد من تفاصيل العثور على حوش في عدن ممتلئ بالأسلحة الثقيلة وردت في عدن تايم، حيث عنوان أمن عدن: ضبط عتاد عسكري بينه سلاح 37 مضاد للطائرات وقذائف دبابات. يقول الموقع إنه تم ضبط عتاد عسكري مكون من سلاح 37 مضاد للطائرات مع 3 صناديق ذخيرة وعدد من قذائف الدبابات في أحد الأحواش بمنطقة الدارين. تأتي عملية ضبط العتاد العسكري في مديرية المنصورة ضمن عملية أمنية واسعة يشرف على تنفيذها مدير أمن عدن بغرض ضبط العناصر المخلة بالأمن والخارجة عن القانون. وقال الموقع إن فوضى السلاح تأتي بتمويل من قبل جهات حزبية وشخصيات سياسية موالية للحوثيين وصالح تسعى إلى تشويه الانتصارات والنجاحات الأمنية التي تحققت في عدن وبقية مناطق الجنوب. نظم سكان بمدينة الضالع وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة احتجاجا على إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات وتضامنا مع ضحايا سقطوا برصاص عشوائي في المدينة. ووفقا لصحيفة الأيام فقد طالب الأهالي الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة ضد من يطلق الرصاص في الأعراس أسوة واقتداء بمديرية ردفان التي فرضت إجراءات صارمة إزاء هذه الظاهرة التي تقتل المواطنين الأبرياء. وقال أحد المشاركين بالوقفة الاحتجاجية إن الأعراس التي تقام في مدينة الضالع تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة بما فيها سلاح التوشكا والرشاشات، وأضاف أن هذه ظاهرة لم تكن موجودة سابقا بل أتت بعد تحرير الضالع مؤخرا فيما كان المقاتلون بحاجة ماسة لطلقة رصاص واحدة إبان الحرب الأخيرة. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. محطات الغاز العشوائية، قنابل موقوتة تحصد أرواح اليمنيين، عنوان للعرب الجديد والتي قالت في تفاصيله: التهم حريق في محطة تعبئة غاز غير مرخصة جسد عبد الرحمن المطري في يناير الماضي، ما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الأولى وتشوهات بكامل جسده أدت إلى وفاته. يتحدث مهدي المطري عم عبد الرحمن بحسرة عن الحادثة وأسبابها. الحريق نتج عن تشغيل مولد الكهرباء أثناء تسرب الغاز، ما أدى إلى حدوث حريق داخل المحطة المتواجدة في حي موسيك في أمانة العاصمة. ويضيف: عدم الخبرة وانعدام وسائل الأمن والسلامة كانا سببين لعدم إخماد الحريق في بدايته. يكشف إحصاء أجرته الشركة اليمنية للغاز عن وجود 647 محطة تعبئة للغاز غير مرخصة في مديريات أمانة العاصمة 12 والتي يعيش فيها 3 ملايين نسمة. وتقول العربي الجديد: تستعين المحطات العشوائية بمولدات كهرباء لتواصل عملها بسبب انقطاع الكهرباء منذ بداية الحرب، الأمر الذي يزيد من احتمالات نشوب حرائق. صحيفة الاتحاد الإماراتية قالت بأن مرض الكوليرا وصل لمحافظة حضرموت، ونقلت عن مسؤولين في القطاع الصحي هناك إعلانهم اكتشاف 6 حالات مصابة بمرض الكوليرا عقب أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية عن تراجع في أعداد الوفيات والإصابة بالمرض في المحافظات اليمنية. مدير الصحة في ساحل حضرموت رياض الجريري قال إن الفحوصات المخبرية أكدت إصابة 6 حالات بمرض الكوليرا في مديرية بروم ميفع غرب المكلا، وإن فريق الترصد الوبائي وأخرى توعوية فرق نزلت إلى المناطق التي ظهرت فيها الحالات وتقديم إمدادات دوائية وعلاجية عاجلة وتثقيفية من أجل الحد من انتشار الوباء. وأشار إلى أن إدارة الصحة تقوم بإجراءات احترازية متواصلة من أجل حصر الوباء ومنع انتشاره في مناطق أخرى بمحافظة حضرموت. ترامب ينزلق إلى متلازمة الحرب التي لا نهاية لها.
تحت هذا العنوان كتب مدير مركز السلام والحرية في معهد الاندبندنت إيفان آيلاند والمنشور في الهافينغتون بوست. ويقول الكاتب: في الآونة الأخيرة يريد البعض في إدارة ترامب توسيع رقعة الحرب ضد داعش في سوريا لتشمل الميليشيا. تشكل رغبة بعض مسؤولي إدارة ترامب في ملاحقة وتعقب الميليشيا التي ترعاها إيران في سوريا جزءا من ميل أوسع لدى إدارة الرئيس ترامب إلى دعم المملكة العربية السعودية في تنافسها الإقليمي مع إيران في منطقة الخليج، كما أن ذلك التنافس الإقليمي تجلى في اليمن البائس، حيث تبيع الولايات المتحدة للسعوديين دفعة جديدة من المعدات العسكرية باهظة الثمن، والتي من المحتمل أن يتم استخدام بعضها لقتل الحوثيين في اليمن بما يشمل الكثير من المدنيين. وإذا كانت سوريا لا تنطوي على أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، فإن دولة اليمن الفقيرة ليست مهمة استراتيجيا بالتأكيد أيضا. في الحرب الأهلية السورية يجب على الولايات المتحدة أن تجلس وتراقب خصومها وهم يقتلون بعضهم بعضا، داعش والإسلاميون السنة المتطرفين في مقابل الميليشيات التي ترعاها إيران والحكومة السورية الأوتقراطية وروسيا. وفي الصراع الدائر بين الإخوة في اليمن لا يبدو الائتلاف الذي قتل أصلا العديد من المدنيين أفضل من إيران. وفي الحرب الأهلية الأفغانية يجب على الولايات المتحدة القبول بالهزيمة وسحب قواتها بدلا من تصعيد أوزار الحرب والسماح للهند بتولي كامل مهمة مساعدة الجيش الأفغاني في قتاله ضد طالبان وداعش. باختصار، يجب على ترامب تجنب احتواء الجيش الأمريكي له واحترام خطاب حملته الانتخابية الذي عني النأي ببلده بعيدا عن الحروب غير الاستراتيجية. مقتل رسام يمني حمل ريشته وبندقيته دفاعا عن مدينته ضد الحوثيين، وفي التفاصيل تقول صحيفة القدس العربي. مشتاق العماري فنان تشكيلي يمني من مدينة تعز، له لوحات فنية متعددة للطبيعة والأشخاص والأشياء. وحين غزت ميليشيات الحوثي مدينته تعز، اضطر مشتاق لحمل السلاح دفاعا عن المدينة وتشرد من منزل أسرته، وظلت أمنيته أن يرى أمه التي تعيش في قرية تسيطر عليها الميليشيات التي يمنعه وجودها من العودة لرؤية والدته. أثناء الحرب ظل مشتاق وفيا لريشته يرسم ملامح المدن والوجوه وصنعاء التي تجري من عينيها الأنهار، يرسم اليمن على صورة أنثى باكية ملثمة، لكن رسماته لوجوه أصدقائه من ضحايا الحوثيين كانت الأكثر تعبيرا وإشراقا، حيث رسم عدة بورتريهات منها بورتري للصحفي اليمني أواب الزبيري الذي قضى بنيران الميليشيات في تعز، وبورتري آخر لمحمد عز الدين الأديمي الذي قضى في جبهة تعز الغربية. كان مشتاق ينتقل من معركة إلى أخرى يحمل ريشته وبندقيته التي لم يكن قد حملها من قبل، لكنه واصل هواية الرسم أثناء فترات الراحة أو الهدنة وبندقيته إلى جواره. ورغم انشغال مشتاق بالمعارك إلا أنه لم ينقطع عن مواصلة رسم مشاهد الحرب في وجوه الضحايا وخراب المدينة، حتى قضى برصاص قناص حوثي الأسبوع الماضي. تضيف الصحيفة: الحوثيون نجحوا في تحويل الفنان إلى مقاتل وتحويل اليمن إلى مقبرة لأبنائها. صحيفة البيان في أحد أخبارها الأكثر قراءة قالت: خرج مولود في الهند إلى الحياة حاملا شقيقه التوأم غير المكتمل في حالة نادرة أذهلت الأطباء في البلاد. قالت طبيبة الأشعة بهافانا ثورات إنه تم اكتشاف وجود كتلة تحتوي على عظام في أوائل يوليو بداخل بطن الطفل الذي كان جنينا في ذلك الوقت خلال أشعة اعتيادية للأم ذات 19 عاما. وأضاف ثورات عبر الهاتف: في الأشعة التي أجريت قبل الولادة رصدنا طفلا آخر غير مكتمل له مخ وذراع وساقان بداخل كيس جنيني في بطن الجنين. وقالت: لقد حملت الأم بتوأمين، لكن أحدهما كان داخل جسد الآخر، ما أسفر عن حالة جنين يحمل توأما متطفل اكتمل نموه لمدة 13 أسبوعا ثم
توقف، وبعد ولادته في 20 بمستشفى بلال بالقرب من مدينة مومباي غربي الهند، خضع الطفل لعملية جراحية الأسبوع الماضي لاستئصال الجنين من داخله. وقالت طبيبة النساء والتوليد لوكالة الأنباء الألمانية دي بي اي: لم تحدث مضاعفات ولا تزال الأم والمولود في المستشفى، لكنهما بحالة جيدة. ألف يوم من الجوع في غانا، عنوان اختاره موقع شبكة البي بي سي لمجموعة صور ترصد فيها معاناة الكثيرين في غانا، لا سيما الأطفال، بسبب سوء التغذية وتأثير المشكلة على حياتهم. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.